الوجيه باش ندير لا دوزيام دوز تاع الفاكسان كونتر كوفيد 19. وكتا عملت ال عندي واحد مواكاك مليحه جيده ماكش مريض ماكش ما عندي هادشي سبورتيف كدا ما عندي. الجرعه الاولى ما دارتلك حتى مضاعفات؟ ما دارتلي حتى مضاعفات. عادت الخير درتها نورمال ما حسيت بحال شي اون ديري ما درت والو. درتي جرعه تاع سينوفاك؟ سينوفاك عطيني رقم تاعو الحكيمه في الريجيستر بقسم التربيه البدنيه والرياضيه. تقربت من مركز التلقيح بجامعه باجي مختار، قصد اجراء الجرعه الثانيه للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19. وعلاه مش مقتنع بالتلقيح؟ خاصه ما اقتنعتش بالتلقيح كي دخل باب السبيطار، كنت معاه في السبيطار شفت ديكا ياسر تما مديرين الفيروس مديرين المونتي فيروس وكيف كيف دايرين التلقيح ومام مرضوا. ها هو مرضوا فابني التلقيح لازماته خطره هو يقولنا من المناعه تاعنا، مش لازم كما نقولوا نشوفوا واحد لقح ومرض احنا كما نقولوا نيأسوا من التلقيح، فهمتي؟ فاهم. اي واحد كيكون كما نقولوا يتلقح ويكون لاباس به مش مريض، التلقيح مهما حتى كما كان مرض بكوفيد 19 فهمتيني تكون عنده المناعه باه يقاوم. الحمد لله بعد ما التحقت بالطبيبه النفسانيه في وحده الطب الوقائي للحي 19 مي، متواجده حي 19 مي، قنعتني في الاخير، قنعتني باه نديروا الفاكسان، باه نديروا الفاكسان باسكو ما عندناش حل واحد اخر، هذا هو الحل الوحيد، وما نديروا الفاكسان وفي نفس الوقت نبقاو ديما نطبقوا في وش اسمه في تدابير الوقايه. على هذا ندعو الاسره الجامعيه كامله وندعو المواطنين كاملين باه نقتربوا من نقاط التلقيح ونديروا ان شاء الله التلقيح وربي يرفع علينا الوباء.